اليوم حيكون في نقلة نوعية لكتاب شهداء الأقصى وحدات الاستشهاد نبي مسعود وهي استخدام الأنفاق القتالية الهجومية ضد الكيان الصهيوني والآن سنقوم بالعبور داخل أحد هذه الأنفاق لنركب معناكم ما تعده كتاب شهداء الأقصى وحدات الاستشهاد نبيل المسعود لهذا الاحتلال هنا أول نفق للكتائب عندما التقينا بالمرابطين داخل هذا النفق أوصلوا لنا رسالة بأن بقاء السلاح في أيديهم واستمرارهم في التجهيز لملاقات العدو الإسرائيلي هو ما يعطيهم سببا للحياة نحن في نفق طوله تقريبا ثلاثة كيلومترات ونصف يتجاوز الحدود الزائلة بين قطاع غزة والعدو الصهيوني وهناك وصلة داخلية تنقل بها المجاهدين أثناء الحرب نثابر كل يوم وكل وقت من أجل الحصول على المال كي نقوم بواجبنا تجاه اراضينا المحتله وتحريرها من الكيان الصهيوني لذلك نحن نطالب خاصه ايران المعروف للجميع بانها تقف الى جانب المقاومه وتدعمها وتدعم القضيه الفلسطينيه منذ زمن بعيد وما زال كتاب المقاومه مفتوحا ولن يكتب السطر الاخير الا بتحرير فلسطين